أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، جاءني أحد الشباب بعد أن ألقيت محاضرة حول الإيمان وقال لي: كيف تثبت أن لي ربا وما هو الدليل على وجوده؟ قلت: أنت دليل وجود ربك، فمن جاء بك إلى الحياة وأنت تعرف أنك لم تكن من قبل شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما الذي جاء بك؟ قال: الصدفة. قلت: كيف حدثت الصدفة؟ قال: هذه الأجزاء الموجودة في هذا الكون، هذه بمرور الزمن تفاعلت فيما بينها ثم وجد الإنسان. قلت: وماذا عن الكون نفسه؟ هل الكون كله جاء بالصدفة؟ قال: نعم. قلت: إذن اترك الأمور كلها للصدفة. قال: ماذا تقصد؟ قلت: لماذا لا تقوم أنت بعمل من أعمالك اليومية البسيطة إلا بعد تفكير وتخطيط وتحديد الهدف وعمل وتهيئة الوسائل؟ لماذا لا تترك كل شيء للصدفة؟ قال: لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى. قلت: يعني إذا في قرية من القرى تركنا الأمور للصدفة، لم يكن هنالك مسؤول عن القرية ورئيس بلدية للقرية، ولم تكن هنالك قوانين وشرطة مرور، فهذه القرية سوف تغرق في الفوضى. قال: نعم. قلت: يعني أن الأمور لن تضبط معك إذا أنت تركتها للصدفة ولا مع غيرك؟ قال: نعم. قلت: يعني أنه بالصدفة لا تأتي الأمور بشكل صحيح، يعني إذا تركنا الأمور للصدفة، الصدفة لا تصنع أشياء مرتبة، هذا أمر واضح. لو تركنا بناء بيتنا للصدفة وجمعنا لنفترض المواد ووضعناها في مكان وكانت الرياح شديدة وتوقعنا أنه بمرور الزمن وبفعل الرياح تتفاعل أجزاء المواد هذه فيما بينها ويتكون أساس البيت ثم الأعمدة ثم الجدران ثم السقف ثم الغرف ثم كذا، هل يمكن أن يحدث ذلك؟ قال: لا، الصدفة لا تقوم بعمل شيء صحيح. قلت: كيف جاءت الصدفة صحيحة ومتقنة في خلق الكون وهو بهذا التعقيد الشديد؟ ولا تأتي الصدفة صحيحة مع أمورك البسيطة أنت؟ يا هذا شغل عقلك قبل أن تحكم، وفكر قبل أن تتكلم. أن الصدفة صنعت، أن الصدفة خلقتني. انظر، يوجد في هذا الكون حسب الإحصاءات الأخيرة والتحقيقات التي قام بها العلماء أكثر من 2000 مليار مجرة، 2000 مليار مجرة، وفي كل مجرة 100 مليار نجم مثل الشمس، وحول كل شمس أو نجمة منظومة شمسية متكاملة. هذا الكون كله لم يكن موجودا قبل 13 مليار عام، كما يؤكد ذلك علماء الفلك وعلماء الفيزياء، أي أن الكون ليس أزليا، بمعنى أنه كان بلا بداية، لا إلى بداية هذا الكون. بإجماع علماء الفيزياء من مؤمنين وملحدين، لم يكن هنالك قبل 13 مليار عام إلا العدم المطلق، ثم في لحظة واحدة تكون هذا الكون. والسؤال هنا: من خلقه؟ ومن وضع كل شيء في مكانه؟ من حول العدم إلى وجود؟ الاحتمالات هنا 3 لا رابع لها، ما عندنا احتمال آخر غير ما سأذكر.
الاحتمال الأول أن من هو أقوى وأقدر وأعظم وأعلم من كل ما في هذا الكون هو الذي خلق الكون، يعني إله قدير عليم هو الذي حول العدم إلى وجود أو خلق الوجود. الاحتمال الثاني أنه وجد بالصدفة، العدم بالصدفة تحول إلى وجود. الاحتمال الثالث أن الكون هو الذي خلق نفسه. هالاحتمالين الأخيرين أنه وجد الكون بالصدفة، تحول العدم إلى وجود بالصدفة، واحتمال أن الكون هو الذي خلق نفسه غير معقولين. العقل ما يقبل هذا الكلام، العلم ما يقبل هذا الكلام. كيف تستطيع الصدفة أن تخلق من العدم وجود؟ أنت من أشياء موجودة تقدر تركبها بطريقة معينة تصنع بيت، تصنع كوخ. من الأجزاء الموجودة في هذه الحياة تصنع سيارة، تصنع طائرة، تصنع سفينة. أجزاء موجودة تركبها بشكل وتشتغل عليها، تذوب الحديد مثلا وتعمل قوالب، ومن ثم تصنع سيارة أو تصنع طائرة. لكن من العدم تخلق وجود، شيء ما موجود من عنده تصنع وجود. كيف يمكن لما ليس له وجود أن يخلق نفسه؟ هذا الاحتمال الثاني. هو ما موجود خلق نفسه، يعني لازم تفترض أنه موجود قبل أن يخلق نفسه حتى يخلق نفسه من العدم. العقل السليم يقول إن لكل فعل فاعل، ولكل مصنوع صانع، ولكل بناء بناء، ولكل مكتوب كاتب، ومهما كان الشيء صغيرا فما دام أن له وجود فلا بد أن يكون هنالك من أوجده. ألا ترى لو أنك كنت تمشي إلى جانب طفل صغير، لا تمشي وياه، نقرت بأصبعك الصغرى من هذه، نقرت على أذنه، بسرعة يلتفت يبحث عن من فعل به ذلك. مجرد نقرة بسيطة بسيطة من أصبعك الصغيرة على أذنه، فمن هو؟ من اللي نقر على أذني؟ ولو أنه سألك من نقر في أذني قلت له إن ذلك حدث بالصدفة، هل كان هذا الطفل سيصدقك؟ مجرد نقرة من أصبع صغيرة على أذن طفل صغير، لا يمكن أن يحدث ذلك بالصدفة. وإذا كان فعل بسيط كلمسة خفيفة على الأذن يدل على وجود فاعل له، فكيف بهذا الكون؟ هذا الكون العظيم وما فيه من سماوات وأراضين وما فيهن من جبال وديان بحار أشجار حيوانات طيور حشرات إنسان وما بينهما، هل يمكن تفسير وجود كل هذا الكون بالصدفة؟ ونقرة بسيطة ما يمكن أن تكون بالصدفة. حقا لو يقول قائل أن هذا الكون لا وجود له وإنما هو مجرد خيال في خيال، هذا أقرب إلى التصديق من أن يقول أحد أن هذا الكون موجود ومصنوع ومخلوق ومبني لكن ليس له خالق ولا صانع ولا بناء. ثم إننا نعرف سلفا كما ذكرت سابقا أن الطبيعة لا وعي لها ولا إرادة لها ولا عقل لها، فكيف أحدث الطبيعة الوعي والإرادة والعقل للإنسان؟ وكيف الطبيعة بلا عقل ولا تدبير تدير الكون بهذه الدقة العظيمة لكن بدون وعي وبدون إرادة وبدون عقل؟ هل يمكن أن ينكر أحد دقة الخلق وعظمة الحياة ومعجزة الحياة؟ البشر عاجزين على أن يصنعوا الحياة، تركيب يمكن يركبون، مثل ما الرجل يتزوج امرأة ثم يتم التلقيح ومن ثم يتكون الجنين، لا هذا مو صناعة الجنين، هذا تركيب. لكن أن يخلق الإنسان من العدم وجودا هذه معجزة الحياة، لا ينكر أحد أن البشر عاجزين عنه.
هل الطبيعة العاجزة صنعت معجزة الحياة؟ ألا يدل دقة لا تدل دقة الكون ودقة الخلق أن الذي صنع الكون كان أعلم منه، كان أعلم من الطبيعة وأكثر حكمة من الطبيعة وأكثر قوة من الطبيعة وأكثر حكمة من الطبيعة؟ كيف يقول أحد أن الطبيعة هي التي تدير الحياة وهي عاجزة عن إرادة نفسها؟ يعني إذا وضعت كومة من التراب في مكان وشوية مي، هل الطبيعة قادرة على أن تدير نفسها؟ تدير نفسها؟ ثم لو أننا قلنا بأن الكون خلق نفسه، فهذا يعني كما قلت أنه كان موجودا قبل أن يكون موجودا. هذا التناقض شلون تحل؟ ما كان موجود ثم وجد، تقول لي هو صنع نفسه. إيه إذا كان يريد صنع نفسه لازم تفترض كان موجود، فهو كان موجودا حينما لم يكن موجودا، وإلا كيف تحول العدم إلى وجود؟ من الذي حوله؟ إضافة إلى أن معنى العدم واضح، عدم معناه واضح وإن كان تصوره صعب. السؤال لماذا لم يستمر العدم عدما؟ يعني إذا رجعنا 13 مليار سنة إلى الوراء كان هنالك عدم، ليش ما بقى عدم؟ شنو العامل الذي جعل العدم يتحول إلى وجود؟ أنت لو ذهبت إلى صحراء اليوم ولم يكن هنالك أي بناء، ثم ذهبت بعد فترة من الزمن فوجدت فيها بناء بسيطا في صحراء، شفت كوخ، غرفة صغيرة، حتما ستبحث عمن بناه، عمن صنعه، لأن ما كان موجود، مفروض يستمر ما موجود، شلون تحول إلى وجود؟ لا يكون بناء بلا بان ولا مصنوع بلا صانع. ولو أننا وجدنا اليوم ملعقة صغيرة في الفضاء الفاصل بيننا وبين القمر، ملعقة وجدنا، فسألنا عمن صنعها، عمن وضعها هناك، لأنها لم تكن موجودة قبل ذلك، من أين جاءت؟ كيف يمكن الادعاء بأن الكون الذي لم يكن قبل 13 مليار عام ما كان موجود ثم وجد من دون صانع ومن دون عامل؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد